الحقيقة كمان الإيمان ده الإيمان يعطى من أجل النصرة في الحياة الروحية، لأن احنا علينا حرب من العدو. ممثل في قصة ونموذج في الكتاب المقدس في سفر الخروج، لما كان العماليق بيحاربوا شعب الله، والعماليق كان جيش قوي، وعلشان يدخلوا للعماليق الجبابرة دول كان كل اللي يعمله موسى انه عليه يرفع ايديه للرب، وهو رافع ايديه يصلي للرب، الرب يعطي نصرة للشعب. امتى كيف تيجي النصرة؟ برفع ايدي. تخيل معايا لما انا ارفع ايدي للرب كما رفع موسى يديه للرب لاجل هزيمة العمالقة، ده الرب عمل معجزة وتدخل في مجرى الكون. وجعل الشمس تدوم على وادي ايلول الى ان تحسم المعركة. تدخل غير عادي في ايام يشوع، نعم. والرب اعطى نصرة وقال كده: يا شمس دومي على جبعون، ويا قمر على وادي أيلون في سفر يشوع. والفدامت الشمس ووقف القمر حتى انتقم الشعب من أعدائه. احنا النهاردة ما عندناش أعداء من البشر. أمال مين عدونا؟ عدونا إبليس وجناد الشر الروحية. عشان كده اديني سلاح الله الكامل لكي نقدر أن نقف أمام كل قوات الظلمة. وخلوني أقول حتى للكارزين والمبشرين والخدام، لما تذهب تبشر وتكرز أنت عندك سلطان الله، أنت عندك سلاح الله. افتح الأجواء الروحية واطرد كل أرواح ظلمة. ولما تقعد في العمل الفردي مع خاطي، لأن الكتاب زي ما تكلمنا في الحلقة السابقة أن إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين. مين لي سلطان على إله هذا الدهر؟ المؤمنين، لأن الرب دفع لنا سلطان أن ندوس الحيات والعقارب وكل قوى العدو. فالمؤمن أبدأ أصلي من أجل ذهن الغير مؤمن اللي إبليس عامي ذهنه. مرات تكلم واحد يبقى مش فاهم، تكلمه في أي حاجة في الدنيا يفهم، تكلمه عن حياة الإيمان تلاقيه مش عارف يفهمك. لما أنا أصلي من أجله وأطرد كل أرواح ظلمة، أفلى ذهنه عن فهم الحقائق الروحية، تحصل استنارة في الذهن، فيقدر يستقبل كلمة الرب، فيقدر ياخد القرار بتاع الخلاص والتوبة ويرجع. عشان كده الرب عندنا الإيمان يديني انتصار.